اشتهرت بدور عبلة ابنة خليل في المسلسل الشهير يوميات ونيس. الفنانة عبير صلاح الدين تعتبر فنانة الدور الواحد، حيث حققت نجاحاً كبيراً بشخصيتها عبلة، ولم تستطع أن تحقق نجاحات أخرى برغم تعدد أدوارها، فقررت الابتعاد عن الفن لأسباب أخرى ستتعرفون عليها في حلقة اليوم، كما ستتعرفون على عملها بجانب التمثيل وما الذي تفعله خارج عالم الفن والأضواء. فتابعونا في تقرير شامل عن حياة الفنانة عبير صلاح الدين. الفنانة عبير صلاح الدين ممثلة مصرية معروفة، ولدت في 24 من ديسمبر عام 1962. أول علاقتها بالفن بدأت بتقديمها فن المونولوج بنسخته القديمة، وليس كما يظهر الآن بإلقاء النكات، ثم اشتركت في فيلم الراقصة والسجان عام 1992 ومسلسل سور مجرى العيون. قدمت دور السجينة في فيلم 85 جنايات مع الفنانة رغدة وحسين فهمي، وأثناء دراستها الجامعية كانت تشارك في المهرجانات الجامعية وتقدم فقرتها الشهيرة في فن المونولوج، وأيضا تقدم فقرة تقليد الفنانين. ظهرت عبير صلاح الدين مع نجوى إبراهيم في برنامج فكر ثواني واكسب دقايق، وكانت نسبة مشاهداته عالية جدا وجميع الناس تحضره. وبعدها تواصل معها المخرج الراحل أحمد بدر الدين وأخبرها بوجود كاستينج لمسلسل الفنان محمد صبحي ويجب أن تحضره، فذهبت للاستوديو لعمل الاختبارات ونجحت فيها، وتم قبولها في دور عبلة بمسلسل يوميات ونيس، وقدمت معه السبع أجزاء من عام 1994 حتى آخر جزء قدم ونيس وأيامه. بجانب شخصية عبلة قدمت أيضا أعمالا أخرى، فقدمت مسلسل أولاد الشوارع مع حنان ترك، وقدمت أيضا مع الفنانة المعتزلة حنان ترك شخصية ميس منصورة في مسلسل سارة، ودور لقاء فريد في فيلم كيمو أنتيمو من بطولة الفنان الراحل عامر منيب، وفي فيلم أول مرة تحب يا قلبي قدمت دور صفية مساعدة الفنانة جلا فهمي بطلة الفيلم. وعن سؤالها عن كواليس مسلسلها يوميات ونيس صرحت أنها كانت تتلقى الضرب من الفنان محمد صبحي بالفعل، حيث أنه يندمج في الشخصية، كما صرحت أنه كان بالفعل بيشدني من شعري وبسبب ذلك شعرها باظ على حد تعبيرها، بل وأنها تقوم بعلاجه حتى الآن. رفضت الفنانة عبير أن تصبح فنانة القالب الواحد وأن يتم حصرها في دور عبلة، حيث عرض عليها أعمالا بنفس شخصية عبلة ولكنها رفضتهم جميعا، بل وظلت تعاني من ذلك حتى الآن. بعد آخر عمل قدمته في عام 2010 اكتشفت أن الفن لا يوفر أكل العيش ولا تستطيع أن تعيش حياة كريمة من خلال يوم شغل وعشرة لا، وفكرت أن تهجر الفن وذهبت إلى تونس والمغرب وعملت في مجال تنظيم الحفلات والمهرجانات، وفي فترات كانت تعود إلى مصر وحاليا تدرس في كندا فنون التمثيل. والآن عزيزي المشاهد، هل من الممكن أن نرى الفنانة عبير في أدوار قريبة خارج قالب عبلة التي نجحت فيه؟ كان معكم رشا رجب.